تركز القمة العالمية للتسامح في الدورة الثانية في العام هذا على أربع محاور رئيسية، على المحور الاقتصادي والمحور الثقافي والمحور الاجتماعي والمحور الإعلامي. تركيزنا على دور الشباب في القمة العالمية للتسامح وترسيخ فكرة التسامح والسلام والتعايش السلمي في الشباب. طبعا مشاركة قوية من جامعات الدولة ومن جامعات خارجية في القمة هذه. نحن عندنا السنة هذه مشاركة من أكثر من 3762 مشارك من 121 دولة. ركزنا فعلا على أن الدول تستفيد من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش السلمي، وأيضا ركزنا على دعوة الدول المختلفة على أساس أنهم أيضا ينشرون ثقافتهم وثقافة التعايش السلمي، وأيضا ثقافة التوازن بين الجنسين ودور المجتمعات في نشر ثقافة التسامح.